طبعا يعني اذا نسال الشعب اللبناني برمته بالتاكيد لا يريدون مسانده من ايران، لانه مسانده ايران ليس للشعب اللبناني بالتاكيد، مسانده ايران لحزب الله ميليشيا او حزب ايراني في لبنان، واللبنانيون والمنطقه كلها العربيه لا يريدون يعني شيء من ايران الا ان تسحب ميليشياتها وتكف يعني شرها من المنطقه، لذلك بالتاكيد هذا الهدف المعلن غير مقبول يعني وفي غير محله، لكن غير المعلن كما قلت هو دعم حزب الله والمحاوله لدفع يعني الحكومه اللبنانيه يعني للدفاع عن حزب الله او المحاوله لادخالها او يعني ادخالها الى هذه المعركه الغير متوازنه في مواجهه اسرائيل وامريكا في المنطقه، لكن انا اعتقد هذه يعني اهداف الزياره لن طيب تتحقق، ان هناك يعني الشخصيات السياسية والأحزاب السياسية والتيارات السياسية في لبنان اليوم كان لها مؤتمر وكلمتها لا للحرب ولا لتدخلات إيران في المنطقة، وأيضا يعني نرى أنه الشعب اللبناني بدأ يدفع ثمن ليس للدفاع عن غزة وليس للدفاع عن لبنان بل للدفاع عن سياسات إيران ومشروع إيران في المنطقة، وأقحم لبنان بهذه الحرب هو ليس يعني لبنان والحكومة اللبنانية والقوات اللبنانية بل حزب ينتمي عقائديا وسياسيا ومصلحيا إلى النظام الإيراني، لذلك هذه الهدف غير المعلن هو المحاولة لزج لبنان وإبقائه في هذه المحنة كما أراد خامنئي يعني من الشعب اللبناني المقاومة، مقاومة من؟ هو الحرب على حزب الله وليس على الشعب اللبناني، ولكن بالتأكيد الشعب اللبناني دفع ثمن هذه المعركة التي هي بين إيران وبين إسرائيل على أرض لبنان وعلى حساب الشعب اللبناني.